من الضروري اكتساب الطفل مهارات مختلفة كل شهر من عمره، منذ الولادة حتى إتمامه عامه الثالث، وكذلك ظهور بعض العلامات التي تدل على تطور نمو الطفل، كالنمو الحركي، والذهني، والسلوكي، والعاطفي، والسمعي، واللغوي، والبصري. ومع كل تطور جديد، تشعر الأم بالسعادة لرؤية طفلها يتقدم، ويكبر، ويتواصل بشكل أفضل مع عالمه الخارجي. ولكن السؤال الأهم هنا هو ما العلامات التي إذا ما شعرت بها الأم تدعوها للقلق وتنبهها لتأخر نمو طفلها ومناقشة ما لاحظته مع الطبيب فعند سن الشهرين لم يبدأ الطفل بالابتسام لأمه عند سن ثلاثة شهور عدم الالتفات إلى المحيطين به ومتابعتهم بنظره عند السن أربعة شهور عدم القدرة على التحكم بحركة الرأس عند سن 6 شهور لا يحاول الطفل الوصول للألعاب حوله واللعب بها عند سن 8-9 أشهر لو لم يستطع الطفل نقل الأشياء من يد إلى أخرى أو لم يستطع الجلوس دون مساعدة عند سن سنة عدم القدرة على الوقوف دون مساعدة أو عدم استطاعة الامساك بالأشياء بالسبابة والإبهام عند سن سنة ونصف عدم المشي دون مساعدة أو عدم القدرة على إطعام نفسه بالملعقة عند سن سنتين لو لم يقل الطفل جملة من كلمتين عند سن سنتين ونصف لو لم يبدأ الطفل اللعب التخيلي عند سن ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف عدم اللعب مع الأصدقاء وعدم القدرة على تكوين جملة من ثلاثة كلمات لذلك يجب على كل ام متابعه تطور نمو طفلها مع الطبيب ومناقشه مخاوفها معه، اذا فليس بالضروري ان يصل كل طفل الى نفس المرحله مع التطور، سواء الحركي او السلوكي او اللغوي في نفس الوقت مع الاطفال في نفس عمره. شكرا على المتابعه، راسلونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم، ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا. لكم منا اطيب المناسبة. وموعدنا في استراحه واستفاده جديده